وللحديث أكثر عن تداعيات حكم المحكمة الاتحادية بشأن خور عبد الله وأبعاده، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر السيد مصطفى كامل. أستاذ مصطفى، بداية مرحبا بك. بعد 10 سنوات من التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود مع الكويت، تقضي المحكمة الاتحادية ببطلان قانونية الاتفاقية، كيف تقرأ توقيت الحكم؟ حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. أولا بودي أن أسجل ملاحظة بالغة الأهمية، وهي أن المحكمة الاتحادية العليا كما تسمى في العراق لم تبطل هذه الاتفاقية، وإنما أبطلت التصديق على هذه الاتفاقية، بمعنى أن الإبطال يعني طال الإجراءات المعنية بتصديق هذه الاتفاقية ولم تبطل أصل الاتفاقية. هذا يعني هذه الملاحظة يجب أن تكون واضحة لدى المشاهد العراقي، لدى المواطن العراقي بشكل عام، وهي أن المحكمة الاتحادية لم تبطل هذه الاتفاقية، وإنما أبطلت إجراءات التصديق عليها في البرلمان كما قلت. هل من ربط أستاذ مصطفى بين حكم المحكمة في العراق والخلافات على حقل الدرة بين الكويت والسعودية من جهة وإيران من جهة أخرى؟ يعني كما تعلم حضرتك، رغم أن النظام في الكويت كان الداعم الأساسي للميليشيات التي استولت على العراق بعد غزوه، وكان الداعم الأساسي والممول لعملية الغزو والاحتلال الأمريكي البريطاني المشترك للعراق، إلا أن هذه الميليشيات التي تتسيد على العراق وتهيمن على كل مناحي الحياة فيه، ولاؤها الأول والأخير هو لإيران في الحقيقة، وبالتالي إيران تستخدم هذه الميليشيات كأذرع إرهابية تنفذ من خلالها سياساتها وتصفي من خلالها حساباتها. ولذلك ليس مستبعدا الربط بين الذي تفضلت به، بين الخلاف الذي ناشئ الآن هو حول عائدية حقل الدرة، والذي يعني هناك عائدية له أيضا عراقية، والخلاف يعني بين الكويت والسعودية من جهة وإيران من جهة أخرى. إيران تستخدم هذه الميليشيات كأدوات أساسية لها في الإرهاب وتصفية حساباتها في الإقليم وفي مناطق أبعد ربما. طيب، إلى أي مدى تعتقد أن حكم المحكمة هو مدفوع بمصلحة وطنية تصب في الأمن القومي العراقي؟ بالتأكيد الأمن القومي، الأمن الوطني العراقي والأمن القومي العربي بالتالي آخر ما تفكر به هذه العصابات المتسيدة على العراق. على الإطلاق لا يوجد هناك اهتمام بمصالح العراق، وكما قلت هذه حكم المحكمة يطال إجراءات التصديق، وأنا أعتقد أن هذا الحكم يهدف إلى منح مزيد من الشرعية لهذه الاتفاق التي نالت من حقوق العراق في الجانب البحري، كما هناك نيل من حقوق العراق في الحدود البرية مع الكويت، والتي فرضها مجلس الأمن بشكل غير شرعي على العراق في مراحل سابقة، واستنادا إلى وثائق ربما تكون مزورة وأيضا غير مكتملة التصديقات القانونية في حينها. لكن مصلحة العراق ليست في وارث هؤلاء المتسيدين. طيب، على الوطن. بالحديث عن الحالة السياسية، لماذا القوة التي مررت الاتفاقية ومنها ميليشيا بدر وكذلك يعني أيضا هشام زباري، لماذا تنصلوا من المسؤولية وألقوا باللائمة فقط على المالكي، رغم أنهم جميعا يعني هم جزء من عملية سياسية واحدة؟ نعم، هم جزء من عملية سياسية واحدة، ولكن الصراع بين الميليشيات و يعني هو قوام العملية السياسية في الحقيقة الاحتلالية في العراق. هذا الصراع جزء أساسي من مكونات أو من مقومات العملية السياسية. لا تقوم العملية السياسية الاحتلالية إلا بهذا الصراع الدائم بين الميليشيات والعناصر المشتركة في هذه أو في هذا المشروع الاحتلالي.
لأن مصلحة العراق ليست في واردهم كما قلت، وبالتالي فهم ينفذون أجندات خارجية ومصالح طائفية وحزبية وعرقية، ليس للوطن ولا للشعب حصة فيها على الإطلاق. لذلك بعد الرفض الشعبي الكبير الذي لمسناه في الآونة الأخيرة بالذات، تعالت الأصوات الشعبية كثيرا حول موضوع ترسيم الحدود مع الكويت، وكما قلت وفرضه مجلس الأمن بشكل غير شرعي على العراق استنادا إلى وثائق مزورة ووثائق غير مكتملة التصديق ولا أصل لها أو لا صفة قانونية لها في العراق. بالتالي هم يحاولون أن يتنصلوا من هذه الاتفاقية، من أوزار هذه الاتفاقية، في محاولة لكسب الشارع ربما في الانتخابات المحلية القادمة. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر.